انعقدت اليوم بالرباط الدورة الخامسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الدورة تشكل لحظة للوقوف على الأهداف الجوهرية لسير المجلس وتقديم الأشغال المتعلقة بمساره المؤسساتي والقيمة المتوخة منه. وقد تم خلالها تدارس مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023 والمصادقة عليه. وصل إمغري وعبد العالي عيد. الدورة الخامسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خصصت للتدارس والمصادقة على مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وأفق عمل المجلس لسنة 2023 وعرض تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول المساواة بين النساء والرجال في ومن خلال التربية. هذا التقرير يستحضر أولا كيخرج أول تقرير كيخرج من بعد المصادقة على القانون الإطار، وهذا التقرير اللي ديال سنة 2023 يستحضر هذا الإطار المرجعي ويستحضر كذلك طموحات جلالة الملك اللي عبر عليها في مجموعة من الخطب الملكية والتي تهدف إلى إصلاح المدرسة العمومية. بالنسبة للتقرير يعني هو يعني في سبعة ديال الأجزاء يعني أساسية تتعلق ب أولا تصورات وتمثلات الأسر فيما يخص يعني تربية البنات والأبناء، ثم فيما يخص الولوج ولوج التعليم يعني بالنسبة للجنسين، ثم مسألة المناخ المدرسي وكل ما يتعلق بالعنف المدرسي إلى آخره، وكذلك جودة التعلمات فيما يخص اللغات والعلوم والرياضيات. الدورة الخامسة من الولاية الثانية للجمعية العامة تضمنت جلسات خصصت لتقرير موضوعاتي يهم المساواة بين الجنسين، أي كل ما يتعلق بالنتائج والمكتسبات والتعلمات لدى التلاميذ والتلميذات من خلال البرامج التي يتم من خلالها تعلم قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.